أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في برنامجكم دكتور رشا والمبدعون. برنامجنا هيكون بإذن الله متنوع، هنتكلم فيه عن كافة المجالات وكمان هنغطي شتى الموضوعات. هيكون معنا مجالات طبية ومجالات قانونية وعلمية وتجارية وفنية، وهيكون معنا العديد والعديد من المجالات. كمان هنتكلم في المجالات الأسرية والمجتمعية، وعشان كده بينورنا النهاردة ضيف لقبه الجميع بأنه شبيه الدكتور العظيم الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه. اسلوبه وشبهه وكمان طريقه كلامه سبحان الله، وده مش غريب لانه تلميذ الدكتور ابراهيم الفقي. بينورنا النهارده ضيفنا العزيز الدكتور شعراوي سالم، دكتور التنميه البشريه. اهلا بسيادتك يا دكتور شعراوي. اهلا بك يا دكتور رشا. وانا سعيد جدا بلقائي بيكي، وان شاء الله يعني نكون لقاء ممتع للساده الجماهير والساده المستمعين والمشاهدين والقناه الجميله ديت ان شاء الله. احنا اسعد يا دكتور، نورت برنامج دكتور رشا والمبدعون ونورت قناه الحدث اليوم. دكتور شعراوي، احنا عايزين نتكلم النهاردة عن حلقة بعنوان العلاقات الأسرية وكيفية الاختيار الصحيح لكلا الجنسين. عايزين نبتدي كده نتكلم ايه، نبتديها من الاول نتكلم عن الأسس بتاعت اختيار اختيار الزواج وكيفية تطبيقه، سواء لكل من الثقافة والعادات والتقاليد وكمان القيم. عايزين حضرتك تشرح لنا بقى كل ده هيكون ازاي. تمام. اولا اشكرك وسعيد جدا بلقائي بيكي وبالزملاء في القناة، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وخطير، وهو أسس الاختيار لكل من طرفين سواء إذا الأنثى أو الذكر، لأن الأسرة هي أساس المجتمع. لو بصينا لأي مجتمع بنلاقي أن الأسرة هي نواة لتكوين هذا المجتمع، وكلما كانت الأسرة قوية ومترابطة مبنية على أسس سليمة بنلاقي أن المجتمع قوي ومزدهر ومبني على أسس سليمة. فأول أسس اختيار الأسرة اللي هو الطرفين سواء إذا كان الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، فهناك أسس يجب أن يفكر فيها كل منهما في كيفية اختيار شريك الحياة أو الطرف الأول أو الطرف الثاني ليه. بمعنى أن الإنسان بيقعد مع نفسه، أنا هختار واحدة يا ترى شبه والدتي، أنا هختار واحد شبه والدي، لا بحط مجموعة من المبادئ والأسس أختارها تكون صحيحة في المجتمع. الشخص اللي أنا لازم أختاره يكون يعتمد عليه، الشخص اللي أنا أختاره يكون كريم، الشخص اللي أنا أختاره يكون متعاون، الشخص اللي أنا أختاره يكون نشيط، الشخص اللي أنا أختاره يكون متحمل المسؤولية. وطبعا نفس الصفات اللي في الزوج تكون نفس الصفات الموجودة في الطرف الثاني اللي هو الزوجة. وبيبدأ كل طرف منهما بيبدأ يحط الحاجات دي قدام عينه وبيبدأ يطبقها عند اختيار شريك الحياة. تمام يا دكتور. طب عايزين بقى نتكلم، احنا داخلين دلوقتي على مرحلة الجد، عايزين الخطوات التنفيذية واحنا داخلين بقى على الارتباط الرسمي. ايه الخطوات اللي هيعملوها يا دكتور؟ تمام. بيبدأ سواء اذا كان الشاب او الشابة بتقعد، طب انا عجبتني مثلا الشخصية ديت سين، طيب انا هختارها ازاي؟ من خلال ميكانيزمات بتحصل او مواقف بتحصل اقول لا دي يعتمد عليها، طريقة كلامها، طريقة تفكيرها، طريقة حوارها، طريقة مناقشتها في الأمور، لا دي هادية، دي بتاخد الأمور ببساطة، ببدأ أقول لا أنا ببدأ أفكر في الإنسانة دي، وكذلك هي بتفكر فيا بنفس الطريقة، الإنسان دوت يا ترى بيتنرفز بسرعة، هادي، بيفكر في اللفظ قبل ما ينطقه ويخرجه على لسانه، لا ده كويس، لا ده هادي، ده عاقل، وبيبدأ كل منهما يحط الميكانيزمات دي أو الأسس دي في إطار التنفيذ ويبدأ إن هو يتقرب ويبدأ ياخد الخطوة الأولانية لتقارب وجهات النظر لكل منهما ويتعرفوا على بعض. بنيجي بعد كده لنقطة تانية وهي الجانب المادي بقى والجانب المعنوي. يا دكتور دي حاجات مهمة جدا. بالزبط. عايزين حضرتك تعرف لنا ده ايه وده ايه. بالظبط. حضرتك كده زي ما بنقول أصبت كبد الحقيقة، يعني مثلا لو أنا قاعد أنا والطرف الثاني اللي أنا بختاره وقاعدين في مطعم، قاعدين في كافيه، قاعدين في أي مكان، وبدأت أطلب حاجة، ناخد بالنا بقى من الحاجة ديت، هنربط ما بين الناحية المادية والناحية المعنوية لهذه الشخصية على أساس إن أشوف كرم هذا الشخص أو مدى تعاونه معايا. وهو بيطلب الأوردر أو بيطلب الطلب، يا ترى طلب كل منا إحنا الاتنين وجبة لينا إحنا الاتنين؟ أوكي. طيب العكس لو حصل وقال له هات لي وجبة وجاب طبقين ومن فضلك هات لي طبقين عشان خاطر أنا محتاجهم، وبدأ يحط إن الوجبة اللي جات له دي يقسمها في طبقين. نقف هنا شوية ونفكر ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟
طب يا ترى هو بيعمل ايه؟ ده اللي بقى في سري كبنت او طب كشريك. طب دي بتدل على ايه يا دكتور؟ آه يعني لما يعمل كده بتدل على ايه؟ نقدر نقول يعني لفظ دبلوماسي حريص، مش هنقول بخيل، هنقول هنبدا نفكر. وبس دي رسائل بقى للطرف الثاني اللي هو يبدا يشوف هو بيعمل ليه كده، واحطها في دماغي واقول والله ده فعلا هنا كده جاب كذا، واحطها لان في بعد كده اسره هتتكون. طيب تيجي نشوف نترجمها لموقف يعني اكثر خطوره منه، في موقف في المواصلات. يا ترى انا باخد تاكس ولا مواصلات عامه؟ باخد يعني جاي في عيد ميلاد، جاي في مناسبه، جاي وجايب معايا حجم الهدية أو حجم الزيارة زي ما بنقول في الفلاحي أو في الصعيد قد إيه؟ هل دي بتعبر عن حاجات كتيرة؟ وأبدأ بقى أقول إن رسائل القدر دي بتبعتها لي وبتوضح لي إن الشخص ده في إطار الكرم، الأخلاق بتاعه الكرم، الحرص بتاعه الزيادة، البخل بتاعه الزيادة، وأبدأ أشوف إن الشخصية دي أبدأ في دماغي أفكر إني هل هو ممكن ان انا اقدر اتعاون معاه وهبني اسره انا وهو؟ ويا ترى لو فرضنا جدلا ان هو عنده اساليبه اللي تقدر تقنعني في الحته ديت، طب يا ترى عنده استعداد للتطوير وعنده استعداد لان هو يبدا يفكر كويس ان هو يطور من دي، لان في اسره تتكون وفي مدرسه وفي مدرسين وفي مذاكره وفي ملابس وفي امراض وفي تعب وفي مرواح وفي مستشفى وفي دكاتره، هتنعكس ديت على حياته دي ولا ايه الاخبار بالظبط؟ صح، لان المفروض ان العروسه وهي قاعده معاه بتستشف بقى على خلال مثلا الزيارات والتكرار والقعده مع بعض، بتستشف هو شخصيته كل مره بتكمل بتبقى ايه بالظبط لغايه ما الصوره بتكمل. بالظبط بالظبط حضرتك كده 10 على 10، لان فعلا دي رسائل القدر بيبعتها لها وبيوضح لها قد ايه، سواء اذا كان بقى احنا بنتكلم على الطرفين سواء اذا كان الانثى او الذكر، بتوضح لي ان الشخص ده انا اكون خطوه جاده في ان انا اخش واتقدم وارتبط بيه، ولا ابدا افكر واقول له واتناقش معاه. لان برضه ناخد بالنا من نقطه مهمه يا اولاد، ايه هي؟ ان زي ما قلنا في المقدمه الاسره هي اساس المجتمع. انا لما بتناقش معاه بعد هذا الحدث اللي حصل، والله انت كان عندك ايه بعد نظر في الحته دي؟ كان عندك ايه السبب اللي انت عملت الحته دي؟ كان ايه الموضوع اللي انت فضلته ان هو يعمل الحته دي؟ وببدا اتناقش معاه، لقيت في مرونه في الاخذ والعطاء وفي الفكر وفي الحوار نفسه، اوكي هيبقى استمر جو اون. لقيت في استف او في تعبيرات في الوجه زي ما احنا عارفين كلنا البادي لانجويج بتاعت كل انسان، ومش شرط ان انت تكوني دكتوره او خبيره في البادي لانجويج، لا بيبان على كل واحد من شكل تعبيرات وشه. اكيد مش محتاجه خبره، هو بالاحساس كده بشوف اللي قدامي متضايق مبسوط بسيطه يعني. بالظبط بالظبط، وبيديني احساس ان هذا الشخص لا هيقدر ان هو يتعاون، هيقدر ان هو يطور من دي شويه عشان خاطري. هو نفس الحكايه، هي هتبدا ان هي تفهم قصدي، هتبدا يعني تبقى مرونه فليكسبل معايا في ان هي تطور من نفسها عشان خاطر زي ما بنقول المركب تمشي، وزي ما هنشوف في بقيه يعني حلقتنا ان شاء الله. تمام يا دكتور. طب لما نيجي بقى نتطور شويه ونمشي خطوه ونقول مرحله الاستعداد الجدي للجواز، هم دلوقتي داخلين على الجواز، بيقعد اهل العروسه مع العريس او الاهل دول مع الاهل دول، بيحصل مشاكل على حاجات بتبقى الى حد ما، في ناس بتشوفها من الطرفين، من كلا الطرفين تفهم، في ناس بتشوفها ان هي محور عمليه الزواج وممكن تفسخ العمليه دي، ممكن تكلمنا بقى بالتوضيح نعمل ايه في المرحله دي يا دكتور؟ شوفوا الموضوع ببساطه شديده جدا، وزي ما قلنا ان الاسره هي اساس المجتمع، الوضوح والصدق هو بيكون أساس هذه العلاقة اللي بتتبني على أساس من نور. بمعنى لما بكون مع حماية أو والد العروسة أو والد العريس وبنقعد مع بعض وبنتفق مع بعض على كل حاجة وستيب باي ستيب خطوة خطوة، والله في الخطوبة أنا هقدر أجيب كذا وهقدر حدود مبلغ كذا، والفرح هيتعمل في المكان الفلاني، والمعازيم هيبقوا كذا، والمعازيم اللي عند حد، بنوضع كل كبيرة وصغيرة وبنتفق عليها وبنقول والله انا هقدر اجيب الحته دي وهقدر هعمل كده وهنعمل كذا، وهي برضه عندها استعداد ان هي تساهم او تشارك في هذا الموضوع، وبتبدا تحط حاجاتها وطلباتها، بشوف الحاجات دي كلها مناسبه ليا واحنا الاثنين نحط ايدينا في ايدين بعض كان بيها. ولكن في نقطه بقى مهمه البعض بيغفل عنها، واطمع في كرمك يا دكتوره رشا في ان احنا نستزيد فيها. اتفضل يا دكتور. وهي في اللقاء الاولاني اللي انا باخده مع الحمايه او والد عروستي، في ان انا لازم اتناقش في القايمه في تلك اللحظه،
احنا قبل الفاتحه دي ياما خربت بيوت. الله دي مهمه جدا. الله يفتح عليكي. قبل قرايه الفاتحه بنتناقش بقى، بعد ما تناقشنا في الفرح والشبكه والمبلغ وتكويناتها والمعازيم ونوع الاكل ونوع القاعه وي 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 وي. طب القايمه احنا نكتب زي ما احنا عارفين وفقا للعادات والتقاليد، وزي ما قالت الدكتوره رشا في المقدمه الثقافه، في مجتمعات تقول لك احنا بنكتب الازاز، بنكتب الصيني، بنكتب الذهب اللي جابته لها مامتها وجابه لها ابوها في عيد ميلادها، في نجاحها في ابتدائيه، في نجاحها في ثانويه، في نجاحها في اعداديه. واحد تاني يقول لك انا مالي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا اجيب اكتب الحاجه اللي انا جبتها. طب نفضل احنا بقى سنتين ماشيين مع بعض، او سنه او ست شهور او اني تايم، الفتره الزمنيه اللي بتبقى مرتبطه ما بيني وما بينها كخاطب، ونيجي في الاخر نقول لا والله لا انا مش عارف بلدنا او بتاع، لا من اولها كده. لا، ولو في المحافظات، لو في المحافظات بتبقى كارثه، لان في المحافظات دخول وخروج العريس دي حاجه عيب، ده كانه خلاص اتجوزها. ايوه، هيعمل تشويه لسمعتها. بالظبط. تخيل بقى لو انا بقى من الاول خالص حطيت اللي زي احنا بنقول العقد شريعه المتعاقدين، اللي اوله شرط اخله نور، لما بحط كل الاسس ديت ومحطوطه معايا على الترابيزه واثناء قعدتنا مع بعض، بتبقى العمليه فيها اريحيه وجميله وممتازه، وبيبقى فيها مباركه، وبنى كده زي ما بنقول ببلدي ماشي في طريق منور وما فيهوش اي مشاكل، لان لما بيجي يعني ساعه التوقيع وساعه يعني امضاء ابرام القايمه او ابرام الاتفاقيه او ابرام العقد، بيبقى العمليه واضحه وكل حاجه سلسه والامور ماشيه. ما جيش بقى نعجز، لا، نخلي الامور ماشيه زي كده. ابتدائيه، قبل الابتدائيه في كتاب، في حضانه، في ابتدائيه، في اعداديه، في ثانويه، بتبقى العمليه ماشيه بنظام معين وبخطوات منظمه ومرضيه للطرفين ومتفق عليها كل منهما. طبعا زي ما حضرتك بتقول يا دكتور ان احنا لازم نبتديها صح من A to Z، مش هنبتدي من الاخر. بالظبط. طب هنا بقى يا دكتور كلام حضرتك هنقلنا للمرحله بقى الاهم، وهي المرحله الخطيره. احنا عايزين نتكلم في المرحله التنفيذيه، خلاص هم اوريدي اتجوزوا وارسان جداد، عايزين بقى نتكلم هل في مهام هيقسموها ما بينهم، ولا بالزبط. الدنيا هتمشي ازاي لو الناس لسه ارسان جداد مش فاهمين لسه التطبع والحياه مع بعض؟ بالظبط. هنعمل ايه؟ بالظبط. اولا اشكرك على الحته دي، وناخد بالنا من الحته دي يا اولاد، هنتكلم فيها بمنتهى البساطه. العلوم الإنسانية سواء إذا كان علم النفس أو علم الاجتماع اتناولوا هذا الموضوع، والحياة الأسرية موجودة. لو بصينا كده بالعقل نلاقي مهام وظيفة المرأة، نعد معايا كده الميكانيزمات، سواء إذا كانت بتشتغل أو ما بتشتغلش، عندها شغلها، عندها توضيب بيتها، عندها المواعين، عندها مراعاتها للأولاد، عندها إدارتها في مكتبها أو شغلها، والأخذ والعطاء مع الزملاء في الشغل، والحكاية وقال لي وقلت له وروح وتعالى وده 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 وده. لو بصينا وجمعنا الخمس عناصر دول أو الست عناصر دول مقارنة بدور الزوج أو الأب، عنده إيه؟ عنده المادة، الناحية المادية، وعنده الشغل بتاعه، هنلاقي هنا في مقارنة ما بين خمس عناصر وفي عنصرين. شوف المجهود اللي بتبذله السيدة، وشوف المجهود اللي بيبذله الراجل، من حيث الامن ومن حيث الامان ومن حيث الشغل ومن حيث العرق ومن حيث الماده. لكن لو قارنتها بالقعاد مع الاولاد واداره البيت وتنظيم البيت والكوي والمسح والنظيف، هلاقي فيه. طيب انا دوري ايه بقى؟ طب هل دي يا دكتور، هل دي يا دكتور بدون اقطع كلام حضرتك، هل دي معادله عادله او متكافئه ولا ايه؟ لا طبعا مش معادله، لان في عنصر بيبذل اكتر من خمس ست عناصر، وفي عنصر بيبذل عنصرين ثلاثه. لكن احنا بقى نقدر نعمل حاجه حلوه قوي زي ما خدنا كده في الاحصاء، وفي وسط وفي وسيط وفي المتوسط الحسابي. لو جمعنا الاثنين هنلاقيهم مثلا سبعه او ثمانيه. طب نقسمهم على بعض. انا لما اساعدها مثلا ببساطه شديده جدا، لو انا نزلت اشتري الادوات او الاكل من السوق وهي مرتاحه وهي قاعده، والكلام ده على فكره انا بقول لكم بناء على تجربه، أنا شخصياً قاعد أكتر من خمسة، أنا اتجوزت سنة بالظبط 90، 35 سنة ما شاء الله دلوقتي، ما شاء الله عندي أولادي، ما شاء الله. ويعني إن شاء الله ما يعني ما يجي المجال الحديث نقدر نتناقش ونوضح الحتة دي إن شاء الله. لينا لقاءات كتير يا دكتور، شرف لينا، شرف لينا يا فندم. لو أنا خليت مثلاً قسمت المهام دي، خليت مثلاً موضوع شراء الأكل الشرب الحاجات دي وأنا راجع من الشغل، بحيث إن هي ترجع تلحق توضب الحاجات دي. لو أنا خليت يوم في الأسبوع وأشتري خزين البيت لمدة أسبوع، بدل ما بشتري أنا كل يوم نص كيلو أو كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو، لا اشتريت مثلاً 5 كيلو بطاطس، 2 كيلو 3 كيلو 3 كيلو كذا كذا، واجمعهم عندي خلال الاسبوع. انا هنا جبتها ريحت لها، فعنصر هي بدل ما تنزل وتتعب وتلف وتضيع وقت وتبذل مجهود كبير وطبعا مشاكل، لا انا وفرت لها الحته دي. نيجي نحط ثانيه نقطه ثانيه، انا دلوقتي بقى عندي مهارات معينه زي مثلا مهارات الخياطه، مهاره تنظيم البيت، مهاره سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يعني كان قدوه، يعني نعمل زيه، نعمل زيه. بيخيط مخيطه، بيوضب ثيابه، بيوضب احذيته.
فبيبقى الحياه فيها تعاون، وبتكبر انت في وجهه نظر الطرف الثاني وتقول اه والله ما شاء الله ده كنت انا متخيله. وانا اعرف ناس شخصيا ومنهم اولادي ومنهم اصدقائي وجهه النظر لما بيقعدوا مع بعض ويشوفوا الحياه دي انا ويدعوا لنا ويقولوا والله انا كنت متخيله ان هو كظابط ان هو كذا ان هو كمحاسب ان هو كمدير، ما كنتش متخيل ان هو يتعاون معايا بالطريقه دي. لكن لما بتشوف ان الحياه ماشيه في تعاون والمركب بيشيلوها هم الاثنين، والكلام ده مش كلام مثالي او كلام دنيا بامبي، لا موجود في الواقع وموجود في اسر كتير. بالعكس يا دكتور، انا بشوف ان لو الزوجه شافت ان زوجها عنده رحمه وبيساعدها في الحاجه، وده امثله كتيره جدا حياتيه بالفعل قدامنا، بحس ان هي ممتنه وبتقدر ده وبتستحمله وبتعديله بقى اي حاجه. لا ده عنده رحمه بيا، عنده رأف بيساعدني، فبتشله الحلوه زي ما بقوله، فبتبقى حاجه كويسه. ما يكفرناش العشير ما تجيش تتلكك وتقول له لا والله، بتقدر هي تقول لا والله ده شالني في حته كذا، ده والله ده بيساعدني، ده بيقف معايا، ده بيعمل حاجات انا ما كنتش متخيله ان هو يعملها. صح. طب دكتور يبقى معانا فيديوهين دلوقتي عايزين نشوفهم. تمام. وهنشوف بقى راي حضرتك في الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي العصفوره جابتهم لنا مفاجاه. انت هتتفاجئ بيهم دلوقتي. ربنا يستر. لا يعني فيا ريت نشوف الفيديوهات، وطبعا اما الفيديوهات تحضر يعني استاذن المخرج يحضرها. حضرتك اتكلمت النهارده في حاجات مهمه جدا وقويه، الفيديوهات معانا اهي يا دكتور. اتفضل. جبناهم من مصادرنا الخاصه. مش سهله. لا لا ما شاء الله مجهود كبير ويشكر، ويعني جزاك الله كل خير على هذا. ابراهيم الفقي ما شاء الله الدكتور ابراهيم الفقي بيتكلم، حتى الحركات بتاعه الايد يعني طريقه الالقاء. انا كنت تلميذه يعني، وان انا كنت تربيته، لان ده مثل عالي جدا، واول من اسس التنميه البشريه علم التنميه البشريه في جمهوريه مصر العربيه، وجه وحاول بقدر الامكان ان هو يربي جيل. لان في نقطه برضو مهمه يا اولاد خدوا بالكم منها، هي ان دي مشكله اداريه عندنا، هي فين الجيل الثاني؟ الجيل الاول موجود، سواء اذا كان بقى مدير، رئيس مصلحه، وكيل، وزير، مساعد وزير، طب فين اعداد الجيل الثاني اللي هيتولى المسؤوليه؟ يعني يمكن انا مشهور بكلمه مشهور بيها في محاضراتي، فين الجيل الثاني اللي هيستلم الراي مني؟ انا صح. مش مخلد، هخليه عليا، انا مش مخلد، انا هيجي في يوم من الايام واتكل على الله. ربنا يطول عمرك يا دكتور. الله يخليك العمر لنا جميعا يا رب. فين اللي هيستلم مني الراي بنفس الثقافة وبنفس الروح وبنفس التعاون عشان يقدر يسير، أو بمعنى أصح يسير بالسيارة بنفس الاتجاه وبنفس المحافظة؟ لأن المشكلة ببساطة شديدة جدا إحنا الاثنين هنا يا دكتور أهو، سوري بدون قطع كلامك، في تكريم بعد بس ما الفيديو يخلص، عايزين نعرف من حضرتك إيه الأحداث والتكريم ده كان مناسبته إيه وكان فين. ويعني أشكرك، وفعلا زي ما حضرتك قلت ده كان في القارة الأولمبية بالمعادي، وده كان مؤتمر كبير جدا، أكاديمية برايم برئاسة الدكتور هاني والدكتورة نسرين بينظموه، وهو أهمية التعليم والتدريب في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية. وكان حضره السيد اللواء أركان حرب طارق المهدي وزير الإعلام السابق، والدكتور المهدي وزير الإعلام الأسبق، يعني كان كوكبة من النجوم وكوكبة من العلماء. جميل. كانوا في هذا المؤتمر. أنا كان شرف لي أن أنا كنت حاضرة في المؤتمر ده. وطبعا دكتورة يعني كانت حاضرة برئتها وجمالها وإلقاء الضوء على هذا الموضوع، في أنها وضحت ونقلت الصورة في أن أهمية التدريب والتعليم وأهميته مع الاي اي. ويمكن كنا الخمس أبحاث أو مجموعة الأبحاث اللي نزلت كانت بتوضح مدى خطورة الاي اي ومدى أهميته في كارثة. بعض الجوانب كارثة. ده ممكن ياخد يعني صوت وش حد وهو قاعد في بيته ما بيعملش حاجة، وبتسبب في جرائم دلوقتي. بالظبط. ويمكن انا كنا السابق لينا كان في الحته ديت، واحد الزملاء اسمه الدكتور عبد القادر كان من سنه بالظبط قلنا الحته ديت، وجبتها انا في مسلسل في تمثيليه في مسرحيه اسف ل يعني سهير البابلي وسعيد صالح بالانجليزي. يا جماعه بالانجليزي، نفس النبره، نفس الصوت، نفس اللهجه، نفس ممكن. الاداء يعني بالظبط. هقول لكم معلومه يعني هتفرحوا بيها وتقلقوا منها، في شركات دلوقتي بيشتروا الصوت والصورة بأكتر من نص مليون جنيه أو ربع مليون دولار، آسف، 250 ألف دولار، بيشتري وشك ويشتري صوتك عشان يعمل بعد كده الروبوت أو الجيش أو الجنود. لأن خلي بالكم في نقطة برضو، إحنا كلنا لسه في المرحلة التمهيدية في الاي اي، احنا ما دخلناش في المرحله الخطيره اللي هي يخش بقى فيها جانب العسكري او الجانب العدواني او الاعداد دي.
فكانت اللي انا وضحنا بيها اللي ونزلت في اليوتيوب ان في شركات انتحلت يعني صفه شخصيات وسرقوا منها فلوس، ما بالكوا بقى طبعاً ان انا بشتري صوتك على البنوك. وبشتري صوتك وبشتري وشك وجايين الصوره دي وبيقول لي والله انزل اعملي لي كذا كذا، ده عمك ده خالك ده مين ده؟ ايه الموضوع بالظبط؟ لو انا ما عنديش بقى الوعي وما عنديش بقى زي ما بنقول بقى عشان ما نروحش لزاويه تانية الوعي الثقافي والاسره عارفه جيرانها وعارفه عمامها وعارفه خلانها وعارف سته وعارف ابوه وعارف 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 وقاعدين مع بعض وحافظين ميكانيزمات بعض وعارفين شخصيه بعض وعارفين ثقافه بعض، ان هو ما يقدرش يقول لها ابعتي لي وهاتي لي وروحي لي او شخصيه اخرى يعني. وبنشكر الدكتور رشا واداره المحطه في ان هي قدرت تجيب لنا الحته دي، مصادرنا السريه جامده خطيره يعني، في جهد مشكور يعني عندنا المصادر بتاعتنا. واسمح لي على الهواء يا دكتور ان انا اشكر دكتور هاني رمضان رئيس اكاديميه برايم الدوليه ودكتور نسرين مديره الاكاديميه، بجد شخصيات ما شاء الله عظيمه، كان عندهم ضيوف من كل دول العالم، ولما دكتور هاني بيعمل ايفنت او مؤتمر او كل الناس من كل حته لو وراها ايه لازم تروح له، شخصيه جميله، اخ غالي بالنسبه ليا شخصيا وهو من بلدي المنصوره الحبيبه، فبجد شكرا على الهواء دكتور هاني وشكرا دكتور نسرين. انا يمكن اطمع في كرمك ازيد في الشعر بيت. اتفضل. لو تتخيلوا المجهود ومجهود جبار الدكتور هاني والدكتور نسرين في كيفيه اخراج المؤتمر ده او اي حدث احنا بنعمله، احنا بنقعد لحد الساعه 2 و3 بالليل في تليفونات وشوف محافظات مختلفه، انا من القاهره وهو من المنصوره وده من البحيره وده من دمياط، وفي فريق كامل بنبذل مجهود وتشوف المجهود اللي بنعمله شخصيا بايدينا وبنشيل بايدينا الحاجات بتاعتنا وبنطلعها للمؤتمر، مجهود كبير جدا. وصراحه بناخده انا شخصيا باخده مثل قدوه ليا رغم يعني فرق السن، والفريق كله بنعمل كاسره واحده في قلب فريق واحد، بنتعاون كلنا بصرف النظر عن الانا او الذات في اخراج اسم الاكاديميه او اسم المصلحه او اسم المؤسسه اللي احنا بننتمي اليها للنور، وان هي تبقى صاحبه الفضل لتجميع الكوكبه الجميله ديت. تمام يا دكتور، بنشكرهم على الهواء. وننتقل بقى لمرحله مهمه قوي يا دكتور. اتفضل. خلاص اتجوزهم ويبدا بقى في طفل جديد، نونو جه، مرحله ولاده طفل جديد. المرحله دي بتمر بقى بايه؟ شويه تذمر وشويه مشاكل وشويه عدم ادراك للمسؤوليه من كلا الطرفين هنا او هنا، بيبقوا لسه جداد شويه في حياه ان هو يبقى اب، جديده في حياه ان هي تبقى ام، مش مستوعبين لسه ايه ده انا بقيت ماما، طب ازاي؟ ايه ده انا بقيت بابا؟ طب ايه الصداع ده؟ طب انا كنت مرتاحه؟ ويبتدي يصاحبها شيء خفيف من مش هقول اكتئاب بس اللي هو تذمر. فحضرتك تنصحهم بايه وهم لسه في السن الحديث ده؟ تمام. بصوا شوفوا يا جماعه، بسم الله هتطلع يا دكتور طلع بقى حاجات سحريه، شايفين السبحه دي؟ سبحه جميله. لو كلنا بدانا نفكر في ان السبحه دي مجموعه من الحلقات المرتبطه بخط واحد وكل حلقه بتكمل الاخرى في سبيل ان هي بتعمل ذكر معين وليكن اللي هو بسم الله الحمد لله سبحان الله اي ذكر، ولكن الهدف ان مجموعه من الحلقات مرتبطه بخط واحد. بيبقى الكلام ده معناه ايه؟ ما ببسطش جدا، انا دلوقتي بقيت اب وهي بقت ام، بتكمل رساله ابويا وامي التانيين في تربيه جيل تاني. نربط بقى الكلام ده، شوف المقدمه الاولانيه لما قلنا في اسس وفي اختيار وفي قواعد، ودلوقتي انا بقيت ام وانا بقيت اب وهي بقت مسؤوله، بتبدا بقى هنا خلاص وقت بقى زي ما بنقول الرفاهيه او خلص الدلع ايوه بقيت انا مسؤول وبقيت انا بربي جيل مستعد ان هو يكمل بقيه الرساله زي ما قلنا في مثال الذبحه، مجموعه من الحلقات مرتبطه مع بعض بخط واحد وهو خط الانسانيه، خط امداد اسرتي، خط امداد اسرتها، خط امداد اسم جدي، خط امداد اسم ابويا، خط امداد اسم ابوها، خط امداد اسمها هي شخصيا. بيبدا الواحد بيتغير وفقا للي احنا بنسميها بقى المسؤوليه، الرذانه، العقل. مفيش بقى خلاص انا كبرت وخلاص بقيت الشاب واللي بيلعب كوره خلاص الشيبسي والحاجه حلوه ما عادش هتجيلي، هجيبها انا بقى والبامبرز والحاجات دي. دخلنا في مرحله جد قوي. ليه؟ لان في نقطه مهمه جدا وهي ان انا دلوقتي بعد جيل وببني جيل يتحمل المسؤولية من بعدي. وفي نقطة يعني دكتور رشا مشكورة يعني ألقت عليها الضوء أثناء وإحنا بنعد الهتة ديت، في علماء النفس بيقولوا الطفل يولد صفحة بيضاء، شايفين القميص الأبيض ده؟ صفحة بيضاء، أي خط بخطه بالقلم بيطبع وبيركز عليه.
لو حبيت ان انا اشيله او اعيده زي ما بنقول كده، مش هنقول بقى كوريكتو بتاع، لا هجيب استيكه وهبدا احطها في بقي وهبدا امسح، هضطر ان انا الورقه او الصفحه البيضاء دي هتضطر ان هي تتجرح عشان ازيل الخطا اللي انا عملته عشان اصححه بيها. دكتور عشان وقتنا بينتهي، نصيحه حضرتك ايه للشباب كلا الطرفين المقبلين على الزواج؟ ان احنا نتعاون مع بعض ونهتم بالرسائل الربانية اللي هي في فترة الخطوبة أو ما قبل الخطوبة، وببدأ أحللها تحليل منطقي، وببدأ أتناقش مع الطرف الثاني سواء الذكر أو الأنثى، وببدأ أوضح له الحتة ديت أنت قصدك فيها إيه. وكل ما يكون في تعاون وتفاهم وديناميكية أو حوار مبني على تبادل الآراء والنور واتفاق على كل المبادئ، إن كل ما يكون الأسرة قوية وواضحة وأسرة ممتدة جميلة، مش أسرة نووية. شوف أنا بقول إيه، لأن يعني فرق بين الأسرة النووية والأسرة الممتدة، ويمكن دي نستأذن إدارة المحطة والدكتورة في إن نعرف الفرق ما بين الأسرة النووية والأسرة الممتدة، الفرق بينها إن شاء الله. وأشكركم، وكل ما يكون الموضوع على نور ووضوح وتعاون ومحبة تبقى أسرة قوية ومجتمع قوي وبلد قوية. شكرا شكرا دكتور. شكرا جدا دكتور شعراوي سالم، دكتورة التنمية البشرية، نورت برنامج دكتور رشا والمبدعون، ونورت قناة الحدث اليوم، وإلى لقاء آخر مع ضيوف آخرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.